هناخد ايه الراديوس. الراديوس دي فيها كذا حاجه. اول حاجه معانا الهيد. الهيد دي بتعمل ارتكيوليشن مع اتنين جوينتس. لو علمني علامه من فوق كده يبقى دي هنقول عليها ايه؟ هيد اوف راديوس. هيد اوف راديوس بتعمل ارتكيوليشن مع مين؟ بتعمل ارتكيوليشن مع الكابيتولم اهو, مع الكابيتولم اوف هيومرس, مع الكابيتولم اوف هيومرس. بتعمل جوينت اسمه ايه؟ البو جوينت. نوع ايه؟ هنج. هيبقى نوع ايه؟ هنج. طب لو عامل لي علامه كده اللي هي لا لفه دايره كده من هنا, يبقى دي الارتكيوليشن بتاعها مع مين؟ مكان الارتكيوليشن بتاعها مع مين؟ مع الالنر. مع مين؟ مع الالنر, مع الالنر نوتش. تمام. يبقى نقول هيد اوف راديوس. بتعمل ارتكيوليشن مع مين؟ مع الراديال نوتش. مع الراديال نوتش اوف مين؟ اوف الالنر. هتعمل جوينت اسمه ايه؟ سوبيريور. هتعمل جوينت اسمه ايه؟ سوبيريور راديو الالنر. جوينت اسمه ايه؟ سوبيريور راديو الالنر. جوينت نوع ايه؟ بيفوت. تمام. دي هيبقى اسمها ايه؟ ودي مهمه خالص خالص خالص, دي اسمها ايه؟ راديال تيبروزيتي. راديال تيبروزيتي دي بتمسك فيها مين؟ البايسبس. معانا هنا تحت في دي هنا اسمها ستايلويد بروسيس, ستايلويد بروسيس اوف راديوس. ودي هيبقى اسمها ايه؟ الالنر نوتش. اسمها الالنر نوتش. مين اللي بيعمل الالنر نوتش؟ الالنر هيد. الالنر هيد تمام. الالنر هيد فبتعمل جوينت اسمه ايه؟ انفيريور راديو الالنر جوينت. انفيريور راديو الالنر جوينت نوع ايه؟ بيفوت. نوع ايه؟ بيفوت. تمام. ده هيبقى اسمه ميديال بوردر, وده اسمه ايه؟ لاترال بوردر. والحته الصغيره دي لو جه عمل لنا علامه كده على اللاترال بوردر من هنا اسمها برونيتور تيبروزيتي. اسمها ايه؟ برونيتور تيبروزيتي. بس